يبدو أن المواطن العراقي قد خذل من جديد على يد صناع المشهد السياسي، فقد وقعوا ميثاقا غليظا بموسم الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 الذي رسم مستقبل الدولة برمتها، فتارة يفتح الباب على مصرعيها للديمقراطية، وتارة أخرى يلزم الدولة بإباحة الحريات ويعطي الحقوق. لكن كل ذلك كان حبرا على ورقة، فلا حقوق تعطى ولا حريات تباح. المراقبون للمشهد العراقي يؤكدون أن الخلل يكمن في الدستور نفسه، فقد كتب على عجلة بشكل يتنافى مع طبيعة المجتمع العراقي ناهيك عن المواد الملغمة التي زرعت في متونها. تنتج عن ذلك مفاهيم انعكست على الشارع بشكل سلبي، فالتعليم في انهيار، والواقع الصحيح قد ختم بأرواح شهداء مستشفى ابن الخطيب، والرفاهية قد انتهت بإمضاء الفقراء، والاستثمار قد توقف على يد المبتزين. أما واقع الأسرة فالفقراء في انعدام، والأمان صورة صريحة للواقع المؤسف الذي يعيشه العراقيون اليوم. لكن بذرة الأمل تقترب رويدا مع اقتراب موعد الانتخابات التي بقيت كقشة في بحر عارم تتلاطمه أمواج الإرهاب والفتح.